السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. قائد الفراعنة البالغ من العمر 29 عاما لا يزال مستقبله قضية خلافية إذا لم يقدم أي مؤشر حتى الآن على رغبته في تمديد عقده، وسيكون أمام اللاعب الدولي المصري عام واحد فقط على نهاية عقده الحالي. في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، سيجد ليفربول نفسه مجبرا على بيعه في نهاية الموسم بدلا من رؤيته يرحل مجانا في صيف عام 2023. جمال علام يواصل تضارب التصريحات بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال. واصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجدل بعد تصريحات الأخيرة اليوم الاثنين في الكثير من الأمور والملفات المرتبطة بالجبلية، وفوجئ الجميع بتصريحات علام بأن اتحاد الكرة طلب في شكوى ضد السنغال التأهل مباشرة إلى نهائي كأس العالم، رغم تصريحات جميع أفراد المجلس السابقة بأن اتحاد الكرة طالب في شكوى إعادة مباراة مصر والسنغال، وهو ظهر أيضا في بيانات اتحاد الكرة. وكشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن طلب الاتحاد المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال، ولكن طلب التأهل إلى نهائي كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالي. أوضح جمال علام خلال تصريحات إذاعية أن هناك بعض التجاوزات التي استند عليها في الملف المتقدم للجنة التظلمات، ولا يوجد طلب إعادة مباراة مصر والسنغال وحسم التأهل لنهائي كأس العالم القادم. كما أشار جمال علام إلى أن اتحاد الكرة لم يطلع على تقرير حكم ومراقب مباراة مصر والسنغال حتى الآن، موضحا أن هناك وقت كافي لحسم ملف شكوى مصر للجنة التظلمات.